انطلقت في ولاية المدية صباح اليوم حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بلقاح أسترازينيكا على مستوى 6 بلديات في انتظار تعميم العملية على باقي بلديات الولاية حسب ما صرح به والي ولاية المدية. والحمد لله اليوم بدء العملية على مستوى الولاية. الولاية تحصلت على حصة أولية، واليوم نشرع بدءا من هذا اليوم على تلقيح مواطني الولاية بدءا بالبلديات اللي عرفت عرفت نسبة عالية من مرضى كوفيد 19. نبدأ اليوم بست بلديات على أن تعمم هذه العملية بإذن الله. وكان من تلقى جرعة اللقاح الأولى الطبيب العام فرحاوي محمد الذي يعمل بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بإثنية الحجر. وقتي فولونتير جيت متطوع باش ندير هذا الفاكسين باش نكون قدوه للجميع. ما عندناش حل اخر من غير التلقيح. الناس دوك هذو لي لابو سي مونديال، الناس داروا استثمارات عالميه، ماهوش راح يلعب بالانسانيه، دونك ولا بد باش نواجه هذا الوباء بالتلقيح. مواطنو ولاية المدية تجاوبوا مع هذا التلقيح كحل وحيد للعلاج من هذا الوباء القاتل. ندير الفاكسين، انا عندي مرض مزمن وماذا بيا ندير فاكسان، وماذا بيا الشعب هذا اللي راه مريض اللي عنده السكر اللي عنده قلبه ماذا بيا يجي يدير الفاكسان. نقول لك لازم جينا قاعد نديروا فاكسان كما يديروا كاع الناس وكما يديروا كاع العالم، وان شاء الله احنا كنا في ظلام في هذا تاع الكورونا هذه قريب راهي قريب عام، وحنا خايفين وحنا ما نقدرش نديبلاسيو وما نقدرش نخرجوا وما نقدرش، قاعدين غير في الديور وقاعدين مكان لا خدمه لا والو. مادام خبراء عندهم خبره والتجربه في هذا الميدان هما اللي حفزونا باش نجيو نديروها. لو كان ماشي داروها الدول المتقدمه الاوروبيين احنا اللي مالا لازم نديرو. وعلى امل توسيع عمليه اللقاح على باقي ولايات الوطن يبقى المواطن الجزائري متفائلا بان يكون هذا اللقاح هو العلاج الفعلي لفيروس كورونا.